لاباس عليكم. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واش راكم مبروكه يدخل عليكم هاد العيد بالصحه والسلامه وطال العمر. غتشوفوني كنهضر معكم من دلقه وجهي حيت نسيت ما درتش المقدمه وكنت درت المكياج وقديت راسي. بغيتكم حتى تفرجوا في الفيديو وتشوفوني كيفاش جهزت العيد ديال الفطر وخا الحجر الصحي. بغيتكم حتى نتوما تهلاو في راسكم وتلبسوا مزيان وخا ما غادي تخرجوا ما غادي تشوفوا حتى شي واحد. او جيت باش نفكركم مع عباد الله بالفلوس بالمسابقه ديال الفلوس الفلوس ديال ود عزاز اللي فيها 6 ديال الرابحه البنات غادي يربحوا 3000 درهم. 6 ديال الرابحه البنات والشروط جد 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 سهله. فقط راك بدات تمشيو تابوناو في القنوات اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. سيروا كاملين عندهم وديروا لهم ابوني وضغطوا على الجرس. والبنات كاينه واحد الحاجه ما تمشيوش وخليو لهم كومونتير ولكن ما تكتبوش فيه جيت من عند رجوه. هضروا غير على المحتوى ديال الفيديو بحال دابا تقولوا عجبتني الحلوه او لا المحتوى ديال الفيديو اللي غادي تبركوا عليه غادي يخرج لكم قولوا لها تبارك الله عليك او لا انا ديما غنبقى متبعاك او لا ما تقولوش ليها البنات جيتوا من عند رجوه حيت يوتيوب ولا مقصح بزاف وبشاو وكيحيد لي زابوني كاملين اللي تيمشيو وكيعرفهم انهم جاوبوا واحد هدف ديال الجيف واي ولا شي حاجه. سيروا اكتبوا تعليق خاص بالفيديو جيتي زوينه او لا هاد الحلوه زوينه غادي نجربها او لا تبارك الله عليك بلا ما تكتبوا لا رجوه لا حتى شي حاجه البنات. وواحد الشرط عاوتاني ضروري ملي تدخلوا الفيديو تفرجوا في جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق البنات. البنات ضروري كل فيديو غادي تدخلوا ليه تفرجوا فيه جوج دقائق 3 دقائق 5 دقائق المهم 2 دقائق للفوق البنات باش تحسب لهم مشاهده واليوتيوب ما يحيدش ليهم. وحتى هما البنات خليهم اعطيهم فرصه تفرجوا فيهم تبارك الله كاملين قنواتهم غزالين بزاف خدامين على راسهم. سيروا وتابوناو غادي تربحوا فلوس اللي غادي تتبرعوا من اللي غيسالي هذا الحجر الصحي غادي تتبرعوا ليا و6 ديال الرابحات. يلا سيروا دابا شاركوا وخلينا دابا مع الفيديو كنحماق عليكم ما تنساوش تخليوا ليا لايكاتكم وكنموت عليكم وكنعاود نقول لكم الفلوس عوض الله. سيروا شاركوا وما تعكزوش فقط بركي غير بالسويه ديالك على ابوني وهانتي رابحه الفلوس. اي غادي تربحي كلكم غادي تربحوا معايا ان شاء الله. كبدات وغادي نوريكم لي برودوي اللي غادي نخدم بهم. غادي نخدم بهاد لي بانسو هادو اللي كنتوسط بهم من واحد السيد شينوا زوينين بزاف بزاف صراحه ولكن كانوا صيفطوا لي وحدين هادوك اللونين احسن من هادو. وهاد الباليت هادي الغزاله اللي كتحمقني بزاف بزاف هذاك لا كولور اللي فيها راه واش شيميستري ولا ما عرفتش سميتو وهذاك راه اللي كيبري زوين بزاف. واول مره غادي نستعمل هذا المرطب ديال الوجه هذا ماشي مرطب وانما هو كريم هكايا وداكشي غزال بزاف بزاف بزاف. وهذاك نيكس ديال ترطيب الشفاه. وهنايا غادي نخدم بهاد بي اش كوزميتيك وهاد القلم هذا ديال لوريال حتى هما اول مره غادي نستخدمهم واعرين بزاف. هاد الكونتور هذا كنت خديته ب 13 درهم فون دو تان فيشي. هاد المكياج هانتوما كتشوفوه اول مره غادي نستعملو صراحه عجبني بزاف 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 سيرتو داك العكار اللي شفتو دابا نهضر لكم عليه. وغادي نلبس هاد السويك يا راه ما غنلبس غنلبس وما غنبقى غير في الدار المهم نعيشو الدور. وغندير هاد لي زاكسيسوار هادو وبارفان. هاد الساعه هادي كتسولني عليها بزاف راه ديما كنقول لكم بلي جاتني كادو. وهاد الجبادور غزاله بزاف بزاف شيك وكلاس. هي انا كنفضل انني فعود ما ندير لها داك الحزام بالكحل غادي نديرو ليها نشري لها شي حزام هكا في سميتو في النحاسي وغنصبغ بهاد الصباغه هادي راه هي الريفيرونس مكتوبه تمايا. وندوزو دابا باش نجهزو العيد. اول حاجه كبيزات ضروري ما تكونوا مقومين الوجه ديالكم ومهليين في البشره ديالكم. هنا راه كان الوجه ديالي عيان حيت نط مع الخمسه مع الثمانيه مشيت تسخرت. ضروري من الترطيب. الترطيب راه هو المكياج البنات. ديري ما عندك والو ديري نيفيا الزرقاء ديري نيفيا البيضاء المهم الترطيب يعني راه غير خيصه نيفيا كديرها شي دراهم ولا بشي 260. ضروري من الترطيب ديال الفم والترطيب ديال الوجه. هنا غادي نجيب غادي ندير هاد الفون دو تان فيشي. نورمالمون البنات هو واعر ولكن الشونتيو ديالو صافا ما بيهش يعني لا علاقه مع الفون دو تان ديالو ماشي شونتيو. عمركم ما تاخذوا شونتيو. انا دابا جربت شي 3 فوا الشونتيو صراحه ما زوينش نهائيا. احسن حاجه خذوا الكبير ديالو وتهناو. غادي ندوز هنايا بالبانسو وغادي نعاود بالبيوتي بلندر باش هكايا ما يبقاوش عندنا داك الشريطات. واخا داك البانسو ما كيخليش صراحه الشريطات زوين بزاف. صافي
هذا ما كان سيدي، وانا سنهضر معكم واش لكم بروكه وتخلي لكم الصحه والعافيه وطول العمر. اول مره غنستعمل هاد الكونسيلر ديال فيتمي، صراحه غزال، ما كيخليش حتى عيني ناشف ورطيطه برطيطه على البشره، عجبني اول مره نستعمله، حيت انا هي تحت عيني زعما بشرتي زعما جافه، ماشي زعما شي سميتو تحت عيني كنحس بيه زعما ما عرف ماشي ناشف، وانما عجبني هاد فيتمي جا معايا ان شاء الله غنبغي نجرب حتى الفوندو تان ديالو. دابا غادي ندوز للحجبان اللي انا عندي مشكل معاهم، مره يصدقوا مره ما يصدقوش، انا ماشي بروفيسيونيل فيهم، راه كاين شي بنات ما كيعرفوا يديروا والو وكيصرعوا للحجبان، حيت الحجبان صراحه هو المكياج ضروري كبير داسما نمشطوا الحجبان ديالنا باش يشدوا الفورمه هي هذيك. انا كنمشطهم الفوق كيلي كيمشطهم لتحت. هاد البانسو هذا رقيق وواعر بزاف بزاف، الا ما كانش عندكم بانسو رقيق حاولوا انكم ملي تبغوا تصايبوا به ديروا ليه شي لعيبه شي كريم ولا شي حاجه يشد الفورمه ديالو وعاد تصايبوا به. ديما كنت كنديرها انا فواحد البانسو ما كانش يعجبني بزاف، ما كانش ديك الرقوقيه اللي في البدايات ديالي لا عقلتو، كان عندي واحد البانسو ما كانش كتعجبني ديك الرقوقيه ديالو، كنت كندير ليه شي كريم ولا شي حاجه باش كنكربو وعاد كنبدا نخدم به وصافي. وهذا ما كان واحد المره كنت بغيت نصور في انستغرام، صراحه في انستغرام حيت تنقص خاطري ونصور صايبت حجباني واعرين، وكيما كنقول لكم البنات ديما فوق العينين ما عمركم ما تخليو ديك الخطوطه حيت كيبين واحد الديكور ما فيه ما يتشاف، تتبان حالتك ملي تتهبط عينك وتبقى يبانو ديك الخيوطه الخطوطه الفوق. انا كنت كنديرها شحال هادي ما بغيتكمش حتى نتوما ديروا داك الخطا ديالي. دابا غنجيو للكونتور، هاد الكونتور هذا كنخديتو 13 درهم، صراحه الصدق ديال غزال احسن من واحد ديال ميبيلين والله العظيم زوين بزاف. كنخربق وصافي. المهم واحد النهار اللي كنت غنصور في انستغرام وبقات لي وصرات الكونتور كلشي سولوا عليا، عرفتوا سول عليه ني كل مقمقم الحنيكات وداكشي. المهم راه المكياج دير بحال شي باش غادي نشبه هو وكانتو نهار تترشق له عليك وتتعجبيه راه تيطلعك زوينه، نهار ما تترشقلوش عليك راه ما تيطلعك زوينه. كيما دابا انا دابا راه ما عجبنيش راسي حيت كان وجهي ايان، ولكن وجهي ايان راه ما نكذبش عليكم البنات راه المكياج كيجي حالتو، يقدر واحد اخر كتبان لي زوينه ولكن انت كتحسي براسك تعبانه، حيت انا ست شي 4 ونص وفقت مع 8 مشيت تسخرت وداكشي ماشي مشكل. كل مره الواحد كيفاش كيطلع الفرج، وهذا غزال بزاف ديال ميبلين. غادي نخلي لكم المعلومات ديال هذا المكياج كاملين لتحت في صندوق الوصف. هذه البنوته كتجيب مكياج ديال المانيا اوريجينال والاثمنه ديال ميبلين ولا المكياج الاخر رخاص بزاف بزاف بزاف، والكاليتي واعره وراها كدير لي فريزو. قول لها من طرف رجوه غادي تهلا فيكم، عندها المكياج غزال البنات، باج ديالها غزاله بزاف واثمنه ديال بنات الشعب. الشفاره البنات معاكمش كنعرف نتسكم، بقيت سوليت كنطير فيهم ديما. حاولي ما تبغيش تسقي الشفار ديال المرايه لتحت وشوفي تحت غير سقولك بسهولة تامة. دابا ان شاء الله ندير لكم فيديو عليهم شي مرة. هاد الشفار هادو ديال شيئين غزالين، ديريهم وعاودي ما كيوقع لهم حتى حاجة، تخيلوا زعما راه كلشي كيشكر صراحة لي برودوي ديال شيئين كوزميتيك بالنسبة للمكياج وداكشي كلشي صراحة تيشكرو غامو واعرين. هاد الماسكارا أول مرة غادي نستعملها، استعملتها لتحت العينين ديالي عجباتني ما كانتش تلخ ما حتى شي حاجة، وغادي نمسحو لابوش من سميتو وغنديرو هاد لاكر هذا ديال ماكس فاكتر حتى البنوتة كتبيع، وهذا مكاينش نهائيا في المغرب وقيلا عرفتي البنات كديري داك البلوس الغوز بلوس الغوز مات وكتعاودي تتفيكسيه بالاخر، هذاك الاخر سي فيكسي او ميم طون لا بغيتي لا بريونس، ما بغيتيش ملي كتفيكسي صافي كتنشفي فمك وصافي عادي. فريمون يا البنات ما نكذبش عليكم هاد العكر ما كيتحيدش تيبقى 24 ساعة قسما بالله، غترحموني على هاد العكر خطير بزاف. ودابا غادي نجيو غادي نديرو الهايلايت، الهايلايت هذا كنحمق عليه ديال غوفوليسيون ميمكنش كبير، وراح تهرس هذه المره الثالثه. الناس اللي كيعرفوني عارفيني ديما كنهرس الهايلايتر اللي الهايلايتر ديما، هذه المره الثالثه ما فهمتش انا في شي دعوه. شوفوا تخيلوا راه غزال بزاف والثمن ديالو رخيص واعر. هاد غوفوليسيون كنفكر البنات كنبقى ندير لكم شي مكياج انايا ونبيع ونبقى نبيع لي زاكسيسوار، المهم ان شاء الله غندير شي حاجه زوينه. ودي البنات الشعب، وانا دابا تنفيكسي بهذا البلوس هذا خطير هاد لاكار. تخيلوا البارح استغربت كديت وما خليت ما درت وبقيت حتى الصباح حيتاش كنت عيانه وغسلت وجهي. ودابا غادي ندوزو باش غتشوفوني اشنو لبست. Now it's too late, too loud. We move through the crowd. Look for the best way.